المرحلة حاليا دلوقتي اللي احنا بعد ما دخلنا المدين الفلوس اللي المفروض عليا، عايزين نشوف التقرير بحيث أول بأول نعرف أنا عليا فلوس عند مين. يبقى احنا هنشتغل في التقرير دوت، طبعا اللي يهمنا طبعا اللي هو فيلد 3 دوت عشان هتبقى الفلتر بتاعها. هنعمل استعلام، يبقى كويري 6/67. هنعمل البتاع اللي هنا دي، المبلغ المستحق لو اسمه شيكو، الاسم شيكو، شيل 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 عن طريق ده وده. انت مش عايز تشيلها براحتك، ودي حاجة ترجع لك انت. عدم تمكين اهي، يعني محدش يلعب لي فيها، محدش يلعب لي فيها. ده يختفى، يختفي. كم كده نص او في اليمين، مش اشكال شيكو. ده كويري 67. اقفل كويري الكريم، هات طلع ده هنا اهو.
22 الكلام دوت في حالة الضغط على هذا الزرار الحلو اللطيف اللطيف الحلو الجميل هو ده. طيب دي فلوس عليا. طب دلوقتي الكلام ده هيظهر في كله، احنا عايزين نحجمها على اللي هو فلتر على المستخدم. شايفين البتاع الحلوه دي تكست 44. طب هات البتاع بقى يعود داخل شيلد 10 هات فورم 202 ليه عملت كده هقول لكم ليه دلوقتي. وطبعا في ناس فاهمه بس ايه برضو احتياط واجب لازم الناس كلها تفهم. فورم انا اللي اخدت باليوزر نيم الخاص لي، انا عايز اعرف قيمه المدين بتاعتي هيجيب لي المبلغ مبالغ اللي عليا 1550 جنيه من شيكو. هيمس بص هيحبسني لما دفعتش المبلغ ده، فلازم احطه في الاعتبار. لما انا بقى خرجت ودخلت بيوزر نيم تاني يوزر نيم انا افتكر خالد، في خالد 10 بيني تقريبا، في خالد 10 بس فاضية. هي المفروض بقى هنا ايه هقول لكم بقى ايه بعد كده ان شاء الله. المفروض بعد كده ان شاء الله باذن الله بالمقاطعه هنا تبقى اجمالي القيمه، اجمالي القيمه بس بعدين بقى مش وقته، مش وقته خالص. طيب النقطه اللي بعد كده اول ما نفتح دي، دي بقى منظرها يعني بيضه كده وشكلها يعني احنا عايزين نعمل لها لون حلو كده. ها يبقى هنا ايه نكتب نيها نشوف كده نعمل ايه. تعال نعمل حاجه كده لطيفه لطيفه كشف يعني كده ايه خلفيه ولا اي حاجه، مش منظرها كده ابيض كده هنا ايه بلاش اللون اللي يخوف ده، خليه كده ده يحبس، اللون ده يحبس. شوف كده ايه لون حلو لطيف كده، ونكتب كده كلمة حلوة كده كشف المدين نعملها كده شوف لون حرف تاني كده شكلها يعني شوف كده حروف تانية كده ولا أي خط تاني كده عدل كده عن كده. تعال نشوف كده المدين ده المدير ده أنا المدير ايه ده؟ شوف الكلام ده غير معناها ازاي؟ مش ممكن. شوف كده يعني ماشي 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 شغال شغال شغال. خلي بقى لنا لون مخالف عن التاني هنشوف كده لون ايه. افتح كده يا اخي وريني الالوان اللي عندك يا اخي بقى يا اخي بقى يا اخي
كده يا اخي بقى، يا اخي بقى ده، ونشوف كده لون تاني برضه كده الغامق بتاعه. بس ده خد فورم 18، طب كام فورم 48؟ هاته فورم 48. بص الكلمة اللي انت عملتها هنا اهو، لسه هنقعد بقى نكتب ونقعد نعمل. هات فين الكلمة اهي دي اهو، عند الفتح نقول لود، نقول لود ده عند الفتح. شيلد البتنجان ده فورم 48. اي في مشكلة هنا، ايه ده يا اخويا؟ انا جيت جنبك يا ابني، ايدنا بيضا، ايه ده؟ تكست اللي شوف بس انا كده عشان اشوف كده المشكلة هنا خطيرة. هو انا حذفت حاجة؟ كان عامل ايه لود مي الشيلد دوت 48؟ ايه ده؟ ده بتاع ايه ده؟ تيكست 12 بتساوي تيكست 12 ده؟ ده الكلام ده بتساوي هنا المهم ايه تيكس 12 شيء طيب ده منظر؟ لا طبعا مش منظر. هات بس 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 هات موجود اهو اهو، شيل بقى السهم ده المدين، قائمة المدين، حتى الحلقات طبعا دي هتتعمل برضه بس مش دلوقتي. هنا التقارير شيكو، علينا المبلغ ايه 1550 في غلق. طيب دلوقتي احنا عايزين اعمل تحويل صادر مبلغ 200 جنيه لشيكو. انا دلوقتي داخل كده اهو، عليا كام؟ عليا 1550 جنيه، عايز ادفع منهم اسدد 200 جنيه مثلا، اعمل ايه؟ هنخش على تحويل الصادر ده. طبعا هنا التحديد المرسل اليه كل دولت يوزر، يعني مش هتلاقي فيه شيء، مش هتلاقي فيه شيكو عشان الشيكو ده خاص. ها يبقى احنا اغلاق المعادلات، هنعمل حاجه تانية خالص. وهنا هنعمل زرار تاني، تحديد المرسل اليه خاص، تحديد المرسل تحديد المرسل اليه خاص، بين قوسين خاص. طيب نعملها كده اهو، روسي تون في، بس دي هتبقى خاص خاص خاص. Thank you.
لازم. ايوه خلاص. دلوقتي هنا دي خلاص خلصنا. دلوقتي هنا تحديد المرسل طبعا هنا ايه مضايقة، في حالة الضغط على تحديد المرسل ايه ده ايه يختفى، ده يختفى يختفى. طب بقول لك هنا عملنا حركة حلوة قوي، نراحة ده شوية كده، تعالى انت كده شوية تطلع بس ده بقى ايه يبدأ كده بقى التاني يكبر. انت بقى تعالي لي هنا اهو، ده كله يترحل شوية، عندنا مساحة اللهم صل على النبي اهو، يعني حاجة يعني دي كده اهو. مستخدم لا مانع بقى ان احنا نكبر دي بقى، طالما دي كبرت دي كبرت بقى لا مانع بقى، لا مانع يعني. ودي كده اهو، يلا نعمل الشبكة، يلا نعمل الشبكة. نعمل الشبكة، نعمل الشبكة، يلا نعمل الشبكة. كلهم أسرة واحدة، أسرة مع بعضيهم، أسرة إيه مع بعضيهم. بص بقى ايه، بص بص الشبكة دي طيب هنا اهو بقى. ايوه بس كده انت ده مش دي بقى، هنخش هنا دي الصادر. هنا اغلاق، هنا بقى حدد المرسل ليه خاص. ايه هما بقى الخاص اللي هما ده؟ لا هو بص 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 اهو اهو تحديد اللي هو بص تحديد بص 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 اريحك 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 اللي هم دول ده يظهر. الحلقة بقى ان شاء الله جاية بقى على خير.